قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. دفعت حالة الحر التي تشهدها عدد من ولايات الوطن بالعديد من أصحاب محلات بيع المثلجات بعين تيموشنت إلى بعض نشاطهم الموسمي. كمال بوعز عبيد وحميدة عوادي أعدت. مع ارتفاع درجة الحرارة تسارع العديد من أصحاب محلات بيع المثلجات بعين تيموشنت إلى بعض نشاطها الموسمي هذه السنة. رغم ذلك يبقى إقبال التيموشنتيين على مختلف أنواع المثلجات ضعيفا. كومونسينا نخدموا مواطنين كومونسي جا شوية حموان شوية بكري. الحمد لله كان رانا نسلكوا شوية بلا نديروا لا تيراس مازال ما درنا. ونديروا دي دوسي باش نخدموا عارف سد فاميلي كوتا خدامه هادي ولي كرم راه كاين راهم يجوا لي كاميون يجيبونا مع الجي. انا في واحد اون سيمان ولا من حيت حلينا بدات السخانه شويه وكل شيء، يعني كاين اقبال تاع المواطنين تاع لي كليون الزبائن تاعنا، كاين اقبال خاطر حنا رانا موالفينهم هادي رانا في بزاف حالين هنايا. رغم أن فتح أبواب المحل يبقى لغرض تجريب الآلات الخاصة بصناعة المثلجات وحفظها من أجل ضمان سير الموسم الاصطيافي. الكلاصة هذوما هذيك كراملي معروفة من بكري، مسمينها حباش على السبورتات تاع سيارتي، كلب سيارتي، شباب تيموشنت ستاديوم، يخدم لي بون كاليتي، عندها دي كلاص شابين، سي بوغ سا تلقى كراملي توجور معمرة هنا. وحنا ولفنا بلاصه هذه كما كنت شايف انا وصاحبي ولاد حوما قاعد جينا كلنا هنا. حوما جا بكري هذا العام وسمح لنا توجور تبع الكليما كدا. كل يوم بردوا هنا مشروبات لاكريم ديجي وصالح. الاقبال على المثلجات يعود لارتفاع درجه الحراره مؤخرا، غير ان الحذر يبقى واجب بعدم الافراط في استهلاكها. لتصلك اخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسميه.